والله إن الميراث الحقيقي الذي تتركه لأولادك هو تقوى الله سبحانه وتعالى، تقوى الله سبحانه وتعالى. ولا أدل على ذلك من هذه القصة. مقاتل ابن سليمان رحمه الله حينما دخل على المنصور يوم بويع بالخلافة، فقال له المنصور: عذني يا مقاتل. فقال: أعذك بما رأيت أم بما سمعت؟ الرؤية طبعا أقوى. قال: بما رأيت. قال: يا أمير المؤمنين، والله والله إن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه مات وترك 11 ولدا وثمانية عشر دينارا، كفن بخمسة دنانير، ودفن بأربعة، ووزع الباقي على إيه؟ على أولاده. وإن هشام بن عبد الملك حينما مات ترك 11 ولدا، ميراث كل واحد منهم 1,000,000 دينار. 1,000,000 دينار تساوي في زماننا الحالي أكثر من 1,500,000 جنيه. والله يا أمير المؤمنين لقد رأيت في يوم واحد بعيني هذه أحد أبناء عمر بن عبد العزيز يتصدق بمئة فرس للجهاد في سبيل الله، وأحد أبناء هشام يتسول في الأسواق. لذلك حينما سئل سيدنا عمر بن عبد العزيز وهو على فراش الموت: ماذا تركت لأولادك؟ قال: تركت لهم تقوى الله، تركت لهم تقوى الله، فإن كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن كانوا غير ذلك فلا أترك لهم ما يستعينون به على معصية الله.